النقط اللي فيها خلاف والنقط الخلافية الحالية هي نقط حقوق الرعاية. يعني المسمى الدوري ده ملك مين؟ الإعلانات المؤتمر الصحفي ملك مين؟ طب هما يسوقوا جماعة ولا فرد؟ لا هو انت الحقوق التجارية ما ينفعش انها تتسوق، الحقوق التجارية ما ينفعش تتسوق جماعي حاليا، يعني لان كل نادي قيمته التجاريه مختلفه، يعني اهلي وزمالك غير اسماعيلي غير كل ده، فصعب انك انت تجمع. انما البث الفضائي بتجتمع فيه وله نسب توزيع. بالنسبه للحقوق التلفزيونيه، طبعا المشكله دلوقتي ان بقى في وضع قائم، ان في انديه تعاقدت، في 9 أندية لسه لم تتعاقد، فازاي هتتحل؟ طبعا في طرف مهم اللي هو اتحاد الاذاعه والتلفزيون وشرط البث. انا كان رايي ان ده لازم طرف مهم مع وزاره الرياضه، لازم انت بتبيع منتج اللي بيشتريه فيه مش عارف فيه تكاليف دي قيمتها كام، فلازم التكاليف دي يعرفها. فالحقيقه طبعا موضوع التوقيت، لان اتحاد الكوره طرح المزايده ولسه في خلاف على الحقوق، في ناس تعاقدت وفي خلاف على شرط البث، فالكلام ده كله. انما المتفق عليه ان او شرح احنا لو استمرينا بهذا الوضع فالانديه هتفلس. انت هتتكلم عن انتخابات الانديه؟ لا ما حصلش، ما حصلش، لا لا ما حصل، ما تناقشتش فيها الانتخابات. بس انا بقول لك الموضوع الاساس من الكلام ده، الاهم من ده كله، ان ال 70 مليون وال 80 مليون، يعني في انديه بيطلع بتاخد مليون ومليون وربع، طبعا ما ينفعش. يعني مثلا نادي زي الاهلي لما ياخد يدخل له دلوقتي لغايه دلوقتي مثلا حوالي 750 الف ولا مليون، طبعا رقم في طول السنه الفتره اللي فاتت مش ما فيش نادي. فاحنا القيمه التسويقيه لازم تعلى كتير المنتج علشان الانديه كلها هتفلس، وده الكلام الرساله اللي وصلناها لاتحاد الكوره. الموضوع حتى الخناقه دلوقتي، انا بقول لهم الخناقه على كام؟ بنتخانق على مليون ونص، او انا هيبقوا 2 مليون، 2 مليون في ميزانيه فريق كره القدم. ما الشريف هيبقى ينزل يرشح نفسه لرئاسه لجنه الانديه؟ والله بص انا في الموضوع ده انا مش واخده، يعني انا هو عبء عليا جنب شغلي. انا قلت انا بقدم مجهود وبقدم خبره بتاعت سنين طويله، اذا اعضاء الاعضاء بتوع انديه الدوري العام اختاروني هقول لهم انا متشكر. بس انت هترشح نفسك؟ انا بس هوضح عشان الموضوع، انا هقول لهم متشكر وبتمنى ان ربنا يعيني، واذا ما اخترتونيش فانا بقول لكم متشكر لانكم وفرتوا عليا مجهود عصبي ومجهود تاني انا مستحملوش، او عندي هستثمر وقتي في وقت تاني. الموضوع بقى مش داخل في تعليقات احد التصاريح هياخد كم صوت، والموضوع ابدا انا داخل اقدم خدمه ولا يأس. انا يا جماعه الناس طلبت، الناس هي اللي رشحت، قالت الاسم الفلان، اذا هم غيروا رايهم انا الموضوع ما يعني مش هتفرق معايا، مش واخده بحساسيه. لو ما خدتش ولا صوت انا زي ما بقول لك انا هقول لهم متشكرين، وانتوا وفرتوا عليا مجهود هستثمره في حاجات تانية.